ينضم إلينا للنقاش الآن الدكتور جمال حويل، عضو المجلس الثوري لحركة فتح جنين. أهلا بك دكتور جمال، كيف تعلق على هذه الصور الحية المباشرة التي تأتينا من داخل جنين؟ حجم الإنجاز الفلسطيني لافت للنظر في استهداف هذه الآلية العسكرية الإسرائيلية، ولكن أيضا في الزاوية الأخرى هناك 4 حالات استشهاد وهناك قرابة 40 حالة إصابة. دكتور جمال، أول شيء يعطيكم العافية، تحية تسلم لشعبنا المصري العظيم، تحية لمتابعينكم. أخي العزيز، يعني إحنا من المخيم جنين الآن، من كلكم هذا المخيم اللي على مدار عشرات السنوات استطاع أن يكون عاصمة النضال الفلسطيني، عاصمة المقاومة الفلسطيني، الذي استطاع أن يعرف الكثير بأن هذا المخيم الذي تبلغ مساحته بالضبط حتى يعرف الجمهور 425 دنم، يعني أقل من نصف كيلومتر مربع، سكانه 13,000 المقاتلين لا يتجاوز 200 مقاتل أو أقل، موحدين في الميدان كافة الفصائل، أبناء المدينة والريف والمخيمات في داخل هذا المخيم، الأهالي يحتضن هؤلاء المقاومين، استطاعوا أن يشكلوا فارق. تخيل هذا الجيش الإسرائيلي الذي يعتبر نفسه الأول في الشرق الأوسط، هذا الجيش المدجج بأحدث الأسلحة العسكرية وطائرات الاستطلاع والخبرة السبرانية، اليوم أكدت المسؤول الإسرائيلي بأن هناك فشل أمني للشباك بامتياز في الحصول على معلومات ماذا يتواجد في مخيم جنين. هذا من ناحية المبدأ. والثاني، الفشل العسكري، المدرعات المصفحة التي قاموا بتصفيحها حتى لا يخترقها الرصاص، استطاع المقاومين الأبطال البسطاء الذين يمتلكون إمكانيات متواضعة وبسيطة جدا أن يوقعوا خسائر كما اعترف الاحتلال بمقتل الضابط وإصابة 7 جنود.